هلا اكيد لكل دوله ظروفها، بس كمان في شغلات يعني صارت واضحه بالعالم، فما عاد فيها كتير اجتهاد، صح ولا لا دكتور؟ صحيح. يعني انت اليوم احنا مش عم نخترع كره القدم، كره القدم مخترعه خالصه موجوده. اليوم بدك احتراف، بدك رابطه، بدك صحيح ولا لا؟ طبعا. يعني ليش في خلافات؟ شو المشكله؟ الخلافات انا ما اعرف ليش خلافات. الخلافات انه عندنا نفكر اذا نسوي رابط محترفين كيف نعمل؟ كيف يصير عندكم احتراف وفي عندكم انديه تابعه للدوله، نفط وقوه جويه وشرطه شنو الاستثمار راح يصير؟ يعني خلينا نكون واقعيين، ومنو الانديه اللي راح تشارك؟ صحيح انا اقول لك اذا يكون دعم كبير جدا من مؤسساته، يعني معناته الانديه اللي ما عندها مؤسسه يعني راح تطلع برا اوت، يعني ما تقدر تستثمر. عندكم انديه كثير ما عندها مؤسسات؟ طبعا هواي انديه، يعني مثلا نوروز، مثلا الدهوك، مثلا الكهرباء، العفو مو الكهرباء، هواي حدود أندية. لمين بيدعموا حدود؟ طبعا دول الشرطه، يعني هم فرع من الشرطه. صناعه تبع وزاره الصناعه؟ الصناعه ديوانيه؟ ديوانيه لا، محافظه. اوكي. وهي صعبه يعني المحافظه. يعني انت تقول كهرباء، وزاره كهرباء؟ يعني انا اقول يعني اذا تريد نسوي شيء، مثلا عندنا 20 فريق نفط، طيب يعني 4 فريق نفط، وسط وشمال وجنوب، نعمل واحد لوزارة، نعملها واحد الوزارة ونسوي احتراب بالضبط لها وتكون كل الأموال إلها، صح ولا لا؟ عندك القوة الجوية إمكانية كبيرة جدا، القوة الجوية عندهم يقدرون يعملون هذا الشغل، لكن ما نظل نعتمد على المؤسسة مالتنا. يعني ما ليه نسوي احتراف؟ شنو معناته احتراف؟ يعني استثمارات تعملها لازم، صح ولا لا؟ ومعناته لاعبين، عندك موظفين، عندك قضايا كثيرة جدا، وبالتالي من الصعب جدا الآن نعمل احتراف. النقطة الثانية 20 فريق، 20 فريق كثيرين جدا. يعني أنا أشوف يعني إذا تصير دوري صحيح بالعراق 10 مو أكثر 12 يعني إلى 14 فريق أوكي، لكن 20 ولو هم هذا الموسم راح ينزل 4 ويصعدون 2 فقط، يمكن الموسم الأخير 5 يصيرون إلى 16 يعني بالضبط. طيب